هذا البرنامج برعاية لينك من بنك القاهرة عمان، طيبة إحدى شركات المراعي، شركة بيكر، سنيورا طعم بدف القلب، حلويات النجمة، نور المال، مجوهرات الزعبي، ترافكو هوليديز جوردن، سجاد نشمي بيلبق لك، شوكولاتة توداي، وبالاشتراك مع أوتانتيك هوم الماركة العالمية المتخصصة في أطقم الضيافة، منتجات دكتور موني، ماكدونالدز، شركة مدار لصناعة المنظفات، الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سمنة البلقاء، دير ماجلو، عيادة الدكتور رمزي العمري ومنال حموري، تونة الصياد، أعطي السمك لصياده، زيت زيتي، نقطة وعصر جديد. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أهلا وسهلا فيكم بأولى حلقات برنامجنا فاهم الطابق. برنامجنا هو الجزء الثاني من جزء أوريدي نعمل على شاشة عمان تي في مع الزميل الرائع رجائي قواس. بهذا الموسم رح يكون معنا مجموعة من الضيوف الإعلاميين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، السياسيين، وكمان رح يكون عنا حلقة خاصة استثنائية مع جنرال رح أحكي لكم عنه أكثر إن شاء الله تباعا. أنا نادية الزعبي رح أكون معاكم، وإن شاء الله هالبرنامج ينال إعجابكم. أهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا ستاند اب كوميديان، اول مره بعمل مقابله بحياته. انا لا للناس اللي بيضحكوني من قلبي، بس احضر فيديوهات عبد الله صبيح خاصه انه عامل اسنانه جديد، بنهار، خف الدم. فرجونا اسنانه، بين لهم انه اول مره. هاي اول استخدام لهم بهاي المقابله ان شاء الله. يا رب يكون استخدامي بمحله. طبعا شكرا على الاستضافه، بسمعهم هيك بيحكوا بكل مقابله، فقلت افوت فيها مع الاعلاميه القديره ناديه الزعبي اللي بنرفع راسنا فيكي ما شاء الله كثير طويله، يعني ما دخل. فشكرا لقناه عمان تي في على بس احلى من الكاميرا مو؟ قولي والله والله انا انت فكرت انا والله جيت بتدخجل واطلع، بس قلت لا لا صدقا صراحه كثير والبيبي هير البيبي هير لسه مبين. لا لا خلص هيك اموره تمام. عبد الله صبيح عيونه ما شاء الله عليك، انت تطمح ان تكون الكوميدي الزرقاوي الاول؟ يعني في منه هو فيش غيري اصلا في الزرقاء بحمان. يعني هو ما في غيري. ما في غيرك. اسمع بس في عندي مشكله بسيطه. ايدي مش عارف انا اروح فيهم، بعمل لا هيك. لا اعمل اسمع نوع هيك هيك وين خلص يلا خلص مرات هيك يلا فجاه افلت. لا بلاش بلاش. يلا اوكي. لما تقول لابوك رايح يابا اعمل ستاند اب كوميدي شو بقول لك؟ لا ابوي كثير بشجعني. يعني ابوي من زمان داعمك الاكبر. داعمي الاكبر. هو قال لي يعني على كبر بحسك رح تطلع اهبل. هو يعني من زمان. فكبرت وحبيت اني والله امشي بكلامه. بس بس رحت قلت له يابا رايح اعمل ستاند اب كوميدي بقول لك طول عمرك. طول عمرك خازينه، عرفت؟ لانه هو مش فاهم شو الستاند اب كوميدي اصلا. بعدين طالع له لابس حمالات بيحكي عنهن حمالات، فلانه ليه شو طالع تعمل؟ عاطف اسمه عاطف. عاطف رجل التحيه عاطف حبيبنا. عاطف ما بيميز بين اولاده بالضرب. بالمره يعني بالمره كثير بجمعنا هيك مع بعضه بضربنا سوا، انت فاهمه؟ اللي بموت اول بيخسر منافسه شريفه. بالضبط. والاستوديو التحليلي اللي بعد الكتله. الاستوديو التحليلي شو بتعملوا فيه؟ بنقعد هيك بنعمل استوديو تحليلي نشوف مين في اعاقه اكثر، مين في اصابات اكثر. ف
فبتصفي هيك امك شو دورها بالطوشة؟ امي بتيجي بتعزز من بعيد هيك، عاطف على راسه تضربوش، على راسه تضربوش، على اساس لو انه ضربني اي مكان ثاني عادي. اهم شيء راسه لا قال. عيلي والله يعني عيلي. بس انت فخور جدا بعمامك واخوالك. حرفيا بعدين عمك حفظي. عمي حفظي مش مصلع. مش مصلع انا عمي حفظي. لا جدي عمامي بوجه لهم تحيه طبعا. بوجه لهم تحيه اكيد. مش هون مش حيحضروا الشيء، فبعرفهم بالشكل بس من بعيد. حفظي شعره غزير. حفظي شعره غزير والباقي كلهم مصلعين. يعني انا اسمامي عمامي برضو يعني مبينين انهم عمام. طلال انت بتحسوا عم له زمان. وحفظي حفظي يا حبيبي يا حفظي، والله كان كثير نفسي اشوفه بس يعني. تحياتنا للاستاذ حفظي. حفظي العم حفظي تحياتنا لك. يسعد مساك. طيب افهمني هلا انت بتعرف شو طبيعه البرنامج؟ هات اشرح لك اياه. اشرحي البرنامج. يلا 10 اسئله يا رب. سألنا الأردنيين بالشارع الأردني إجابات، ماذا يفضل الأردني؟ كيت أو كيت؟ كيت أو كيت؟ كيت. وإنت المفروض أنك تجاوب إجابة صحيحة. أوكي. تشوف إذا أنت فاهم الطابق ولا مش فاهم الطابق. يلا بينا. يلا بينا. يلا نعملها. يلا نعملها. قبل ما نصور الحلقة عملنا استبيان للعشر أسئلة الخاصة بالحلقة مع عينة عشوائية من الشعب الأردني. هذا الاستبيان كان عبارة عن السؤال وجوابين لازم يختار بيناتهم. طبعاً كل إجابة كان إلها نسبة مختلفة حسب عدد الناس اللي اختاروها. علامة الضيف النهائية حيتم احتسابها حسب النسبة اللي حققها السؤال مع الناس، وبآخر الحلقة حيتم جمع هاي النسب وتقسيمها على 10 عشان نعرف النتيجة النهائية اللي حققها الضيف. طيب سنبدأ مع أولى أسئلتنا لليوم مع الكوميديان عبد الله صباح. نبدأ مع السؤال الأول. حاضر؟ يلا حاضر. Are you ready? Ready. Steady. أنا كلمة كوميديان بتوترني. تحط حمل علي كبير اللي هو يلا هلكنا ضحك هلا. بس صراحة لا بداية موفقة جدا. غيرتك تكون متوتر متضايق بس لا أمورك لوز حبيب القلب. والله يعبو. برضو مسؤولية. الله ربي. إسنان مسؤولية. هلا بقدر حرفيا امسك الفرصه باسناني. ارجي يلا. وهي فرصه. هاي فرصه عشان هيك انا مش لا تستخف فيها. يلا نبدا مع السؤال الاول. بقول لك يا عبد الله صبيح، الخزانه اللي مسكر عليها بغرفه نوم اهلك شو بيها؟ شوكولاته ومخلوطه ولا ابوك بيكون قابض؟ شوف لا ابوي الفتره هاي بيشتغلش فراح اروح مع شوكولاته ومخلوطه. طب كيف تصرفوا؟ يعني شو بدنا نسوي؟ الحمد لله على كل حال اللي بيتابعنا يتواصل الحمد لله. لا لا بس اسمع اللي بيتابعنا يتواصل. لا لا انا اصلا ابوي هو السبب اني وصلت لهون. انا بكون امزح هو لا بمزح هو والله السبب اللي وصلت فيه لهون. هو وصلني ابوي سايق تاكسي عرفتي ما لهاش علاقه. حبيبنا حبيبنا يابا. لا لا صراحه له اسبوع مسلم التاكسي وقاعد. تفاصيل زي هيك حكولي تطلعش تحكيها بس انا يعني لساني حال بده قص. اسف. شو قصه مجدي و مجدي و البسه عنده بسه عنده بسه كثير ظالمه لمجدي. وكم ساعه بينام باليوم مجدي؟ يعني هو بس اجى كان 8 ساعات 9 ساعات. هلا بصحيه بقول له يا ابن الناس قوم. طب كلك لقمتين اي شيء. لا بعدين انت جايبه عشان يونسك. جايبه عشان يونسك. قلبك. طفاني. طفاني طفاني. كيف شكله مجدي؟ ايش هو مجدي؟ مجدي انا بفضل انه نفوته اذا بنقدر يفوت. انت جايبه معك؟ انا جبته معي. لا معلين. لانه وانا طالع شافني قال لي حتطلع لحالك. لا حسيته زي اللي خدني فجبته بعد. ايوه الله والله انه لذيذ. شوفوا لي هالمبسم ثواني قعدت على المخده. يلا قوم عمو تتوترش بين لهم مش انك اول مره بتطلع مقابله. والله انه كيوت. طب في مجال انه هذا بيكون اول بس بيطلع مقابله؟ ما عايز اقول لك يا انت هاي ضرب يعني عصفورين بحجر انت والبس يا حبيبي. طب وطشت الرمل بتجيب له اياه انت يعني بتحركش من محله؟ طشت الرمل صراحه يعني بس هو بالبدايه كان شوي يغلبني. يعني اتركه انا الاقيه فايت على الحمام لحاله. هذا مكاني انت مكانك الرمل. فقعدنا فتره نبدل صراحه. كان يدخل علي لاقيني بطم بالرمل مخلص. حبيبنا مجدي. طبعا مجدي 8 سنين عمره. 8 سنين. بياكل اكل خاص؟ بجيب له هذا اللي شو هو؟ طبعا اللي من الدراي فود كسرني. دراي فود بسحب. بسحب والله بسحب للامانه يعني. للامانه بس والله مجدي وانه لطيف. مجدي حبيبي. حبيبنا يعني حبينا انه نفرجيكم اياه لانه عدد كبير من السكتشز الكوميديه عبد الله صباح بيعملها هو ومجدي. وخلص افلتوا هسه شفنا فيه افلتوا خليه يروح يدور بالاستوديو. دير بالك يلا بس باي. ماكل قبل شوي وما في رمل بالاستوديو عشانكم. لا بلاش رجع
رجعوا على القفص. لانه انا شايف مشهد في واحد قاعد بنظف هيك فجاه. معلش مجدي مجدي سلكنا بس هل بس المقابله يا اخوي. يلا الى اللقاء. نتب للمشي. طيب هلا المحمي مقبل ما يجي؟ صراحه استخسرت. استخسرت؟ استخسرت. لا بس ريحته حلوه. ما هو بالضبط. كويسه. طيب السؤال الثاني، ننتقل الى السؤال الثاني مع عبد الله صبيح. السؤال الثاني بيقول نشوف نسب صحيح السؤال الاول. النسب يا عبد الله 70% شوكولاته ومخلوطه 30% ابو قابض. والله مش شغالين، ما فيش حدا ابو قابض. حدا بيقبضوش. حدا بيقبضوش. يا الله. طيب السؤال الثاني بيقول، بعرفش اذا صار معك هذا السؤال، بقول لك الجار اللي بسرق واي فاي من جاره، حلو، هل يعتبر هذا الموضوع من باب النذاله ولا الجار للجار؟ المشكلة أنا بعملها. تسرق واي فاي من جارك؟ بسرق واي فاي من جارك، ما هي ساكنة لحالها. عرفتي؟ فما اسمها ما انت بتصرف فيه شي حاجة، هات البسوه. بعدين حطيته أم عيسى من 1 لـ 3. سوري، اللي بمرق من عمارتنا بتقدر تشبك بأي وقت. أم عيسى واحد. أم عيسى من 1 لـ 3. يعني بتسرق من أم عيسى. يا حرام. طيب وهي عمرها كشفتك؟ لا صراحة صعبة، ما ببينش عادة. بقول لك ام عيسى وين الحزام؟ وين راحت الحزمة؟ عند 3G هاي. يا حرام. طيب اذا انت بتقول حق الجار على الجار ولا نذالة؟ شو بتتخيل؟ نذالة. هاي نذالة. ابت النذالة بالضبط. هلا ممكن تخبر انت بتبطل نذالة. بتبطل نذالة. 70% نذالة. برافو عليك عبد الله صبيح، فاهم الطابق، شكله فاهم الطابق. شو بتدرس بالجامعة؟ هلا انا حولت اكثر من تخصص. نعم. اخر شيء عشور سيت. انا كنت قانون، لولا ستر الله كان انا هلا محامي. الله سترنا من فوق. هلا اداره اعمال. اداره اعمال. ان شاء الله يا سيدي الله بيوفقك يا رب يا عبد الله صبيح. ننتقل الان الى السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول الاردني بس يوصل عن طريق الجوجل ماب. عرفت؟ لا جو ليفت جو رايت. حلو. بطفي التطبيق بهدوء ولا بقول له سد حلقك عاد؟ سد حلقك عاد. انت بتعملها؟ هلا انا معيش رخصه. تمام. فانا راح اروح ل بطفي التطبيق بهدوء. ما عمرك طلعت مع شخص مثلا استعمل جوجل مابس وقال له سد حلقك عاد؟ هلا انا مين بقول لك اياها سد حلقك عاد؟ بالعادي ابوي. بس انه لا. يعني هو مستفز. هو مستفز. بضل تسولف. لا بضل تسولف. ولا مكان بوديك اياه. صح. خذ يمين دخلي مسكره. انت مالك وين مفوتنا؟ عرفتي؟ احنا بس اجينا كان بيقول لي دغري دخلت لقيت حالي بالكراجي. الله سترنا. طيب شو بتحس الاجابه الاقرب الى بقول له سد حلقك عاد. برافو عليك. 67% بقول له سد حلقك عاد. الله عليك يا صبيح. لهلا بفاهم والله. لهسه فاهم وفاهم. عندنا هلا سؤال من شركه نور المال للتداول، سمعت عنها؟ طبعا سمعت عنها. كيف؟ غنيه عن التاريخ. شو رايك فيها؟ بجننوا. شو بيعملوا؟ بيتداولوا. يعني كونوا للتداول شو بتساووا ولا لا يا يا مجدي؟ يا مجدي بدهم يتداولوا. بس كثير رهيبين. رهيبين رهيبين. طيب بدهم يسألوك سؤال على طول. بقول لك الأردني لو بده يخبي مصاريه، إذا في مصاري يخبيهم، إن وجد إن وجد إن وجد بين قوسين إن وجد، بيخبيهم باليورو ولا بالدولارز؟ أماكن هدول. إنه لا بيخبيهم شو باليورو بعيده، بالدولار أقرب. وين رايحة؟ لا القهوة. هاتوا مناديل. ما هو منقر قال لك تشربيش منها إله ساعة. خلص مدام فرطت بصير أشرب شوي أنا. خلص يلا ماشيين. مسلكونا. وقعت القهوة. خدي بالكمامة بس معلش عشان الحلقة. ما مسلكينا بس عبين ما. عندي شغل يا أخي. جد عندي عرض. بستنوا. طب خلص يلا جاوب بسرعة. شو قلت لي؟ بالدولار. أيوة خلص هاتوا الإجابة. هاتوا بالدولار يا شباب. شو 70؟ 71% بالدولار. 29% باليورو. الله. عاد احنا لا معنا هون ولا معنا هون، بس انه انبسطت يعني. نطلع فاصل نظبط الامور. نطلع فاصل ضروري بحس. يلا مشينا. طيب احنا مكملين معاكم اكيد في برنامج فاهم الطابق مع الكوميديان الشهير الرائع الامور الفخم. كتري من الامور. انت مش عامل الاسنان التحت؟ لا صراحه يعني شوي. صحيح بشكر الدكتور احمد المجدلاوي على تعبه، يعني شوفوا النتيجه ما احلاها. ما
فرجيهم للنياب وادخل على النياب. لا سفاح رهيب صراحة، راح أبلش في الفك تحت الأسبوع الجاي إن شاء الله. بس الواحد يأمن له مبلغ جديد بالضبط. يعني عبين ما نأخذ منهم يعني شو بدنا نعمل؟ والله العظيم اللي ساعة بلمح والله ما حدا والله ما حدا هون. طب اسمع، واحدة مرة بعثت لك قالت لك إذا حبيت شخص أروح أبعث له ولا لا؟ فأنت نصحتها الصراحة نصيحة أنا حبيتها. بتروحي على آخر ستوري حلو تعملي له أغضبني. أغضبني ليش؟ مش أحببته. هلا الأغضبني فرصتها أعلى من الأحبب. ليش؟ هلا لما تبعتي لحدا أغضبني بده يقول لك من شو معصبة؟ أبسط سؤال. أما أحببته عادي صح تمرق. فعشان تفتحي نقاش بدك تعصبي. أغضبني. أنت عم تشتغل طريقة علمية. علمية شغالين علميا احنا، عرفت علي كيف؟ فبتضطر اللي هو ايش يرد، يصير بينكم نقاش. بس يسألك من شو معصبة لا ترد. أنداري. تقولي أنداري خليها ربك، اسكت عرفت الجو هذا. فبدي اضطر فضول أكتر يعرف شو فيه شو هذا. بيجي مخطبي بالضبط. حكيت مرة معلش استرسلت. حكيت مع بنت فترة كانت كل ما نتزعل أنا وياها تحط ستوري حالة وفاة هي إنه هي ماتت. فأضطر أنا أبعت لها عزيها ونرجع نحكي. زهق علاقتنا كانت كلها نعي وسواد و... آخ يا ربي رحمتك. طيب ننتقل الآن إلى السؤال الخامس. المسكارة لسه شو وضعها؟ يلا قهوة ومسكارة شو عنجد. شوف يا صبيح، السؤال الخامس بيقول الأردني بفضل حلو أغاني المهرجانات المصرية أم الشيلات العراقية؟ الشيلات العراقية شوف إحنا معطين شوي على نكد، بس برضو منحب الفرفشة. فرح أروح مع الفرفشة أكتر. يلا أكتر مهرجانات. مهرجانات شباب أعطينا النسبة، بدي أدوقك من هدول. لا 53% والله مقرمشات الدقة حمست لهم أكتر من الجواب. إيش أسنانك ثابتات؟ ثابتات 53% المهرجان المصري، المهرجانات المصرية 47% الشيلات العراقية. اسمع هذا زاكي، هذا بجنن من بيكر جوز الهند. إلك على جوز الهند؟ إيه مالك، بتعرف إنه مرت عمي اسمها هند؟ احلف والله. مرت حفظي؟ لا مرت طلال الثاني. بالله عليك شو هذا؟ والله نار صراحة. سفاحة ايش النكهة؟ بيكر هاي شو اسمه دقة. هات هسا حلي زعتر وهير. شو مبدعين انت تاكل صح؟ لا رهيب والله. رهيب بدها كاسة شاي بس هيك تغطها قط. رهيب صح؟ صحتين ابو صبيع جد الله يعطيك العافية. روحهم معك هدول حساب الحلقة. يا ريت. يلا روح، مش تيجي تقول لي وين ال ناخذ القهوة. روح ناخذ القهوة يلا. انت حساب ناقص. طيب السؤال السادس بيقول يا بقول لك الشعب الأردني لا تتمطق عليه. معلش كثير زاكي. صراحة زاكي. الشعب الأردني لما يطول لحيته موضة ولا ما معه يحلق؟ شايفيتني الحد المناسب تسألوني هيك سؤال؟ يعني والله بسمع. أنت تمثل يعني شريحة كبيرة من الأردنيين. شريحة صغيرة شوي يعني، أنا هيك ومربيها يعني. أنا حكوا معي مقابلة قلت لا أطلع في لحية. هذا هيك مع شو اسمه مع الصبر. قديش إلك مربيها؟ يعني إلها تقريبا سنتين والله لها زمان والله. من أبو هيك كل مرة بتطلع شعرتين ثلاث بضمهم إلها، عرفتي يعني بسحبهم. طيب شو بتقول؟ ما يطول لحيته ما معه يحلق ولا موضة؟ شو تتخيل الأردنيين جاوبوا؟ هلا هم معهمش يحلقوا بس حيجاوبوا موضة. شو عشان أكون بالسليم والله شاطر عشان تعرف، بس هم للأمانة معهمش يحلقوا. أمور واضحة عشان تكوني بالصورة. 54% موضة، 46% واحد اسم حلاقه ميدو بده يكون عاملها موضة. سؤال عميق شوي، بدي أسألك أسئلة عميقة كمان. هي أول مقابلة لك، بدك تبيض وجهنا أمام. شوفي لي كيف الأسئلة. لما يقول لك الكوميديا سلاح ذو حدين، شو هم الحدين؟ حسب نوع السلاح. صراحة مزبوط، الكوميديا سلاح ذو حدين. انت الكوميديا اللي عندك سلاح ذو حد ام ذو حدين؟ ذو حدين. يعني ممكن انت تطرح مشاكل بتصير مع الناس باسلوب ممكن بعض التفاصيل
عرفتي؟ مش شرط بس مش دايما يعني كثير. انا كنت افكرك مش عميق، طلعت بينت خلص حرام، كل ماشيين صح. حرام قالت لك ذو حدين. طب اسمع، شو قصة مقابلتك مع جويل؟ مع جويل صارت جد هاي المقابلة؟ صار معي مقابلة مع جويل. والله طيب سولف لنا، تعلمت ثلاث كلمات لبنانية. يا ويلي، يا دله، بونجوار. بونجوار والله بونجوار بونجور. يلا لا قولي والله. ومفيه، مفيه مفيه اكثر استخدام. مفيه، ما هو هاي كان في سفره راح نطلع على لبنان. أوكي. اعمل ستاند اب كوميدي بلبنان. حلو. بالاردن مش فالح طالع برا. ما علينا، فاخذوني حكوا لي على اساس بدنا نعمل مقابله عشان نوافق عليك تطلع او لا، وعملت معهم المقابله. طبعا ابوي كان تردد فعله، كل شوي بيفتح علي باب الغرفه بقول لي يا رب، يا رب اذا فيها خير له قربها منه، اذا فيها شر ابعدها عنه. عرفت؟ قطع الكهرباء بلبنان. مش دعوه. فوتين ثلاثه زي هيك التغت الصفره، كنت مجهز عاد شناتي واواعي يعني ما رحت داخلي. يعني ما استعملت يا دله؟ لا والله ما استخدمنا ولا شيء. والله والله ولا شيء، بس ان شاء الله في فتره الجاي ان شاء الله مفجأة. لا بعد هاي المقابله شوف. لا لا والله رح ان شاء الله تنفتح لك ابواب كثيره يا رب ان شاء الله. لا تستخف فينا، احنا كثير متابعين. شكرا. لا والله جد انا كثير مبسوط اني معك. الله يخليك كثير. طيب سؤال سنيوره من شركه سنيوره. اعطينا سنيوره. اعطينا يعني. بقول لك مكونين ما بزبطوا يكونوا مع الششبرك. لحمه مفرومه، بقدونس، عجينه، لبن، فطر، سماق. انا سؤالي شوي ورا، شو الششبرك؟ بس انا أذان الشايب. أقول يا أذان الشايب. شو أذان الشايب؟ عزا وين جايبيني أنا؟ طيب استني أنا بتصرف بس هاي ولك العجين اللي فيها لحمة. بكرة بس تزبط هاي منصير يلا مش مشكلة. أنت اختار آخر خيارين تحت هدول. الإشي اللي ما بزبط. معه. أختار التنتين. فطر وسمة. الله عليك، شفتوا كيف؟ والله صح. والله إنك شيخ صح جوابه. ربي. حسب معرفتي انا بالششبرك. لا بس تكون انت غلط كمان، زي فرماتشينو صافي. زي ستاربكس. زي ستاربكس. لا بس والله اجابه، لا اجابه صحيحه ولو احنا غلطتك يا عبد. راهبين سنيوره بنوجه لهم تحيه. بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. بقول لك الشعب الاردني لما يصحى من النوم بيكون مفرفش ومبسوط. ام بوزو شبرين؟ فرفش ومبسوط ولا بوزو شبرين؟ يعني مش منطقي الاول، بوزو شبرين. بوزو شبرين. احنا جد شعب كشر يعني. انت لما تعمل ستاند اب، لما تعمل عروض قد الناس بتضحك؟ بتضحك بس بتغلب يعني تمزح. بتغلب لانه هو يعني الشعب نفسه يعني واحد عليه مثلا ثلاث قروض كومبيالتين وبدور على كفيل مش لاقي، فجاه انت تيجي تحكي له نكته حل عني يا زلمه، انت فاهم؟ ما بدي اضحك، دمك ثقيل منيح، عرفت؟ بصير هيك. ما هو كمان عليه اعباء ماديه. عليه اعباء عرفتي؟ فبوزو شبرين. بوزو شبرين مع الاعباء. هاتوا نشوف. بوزو شبرين 70%. لا بس ثواني، انا عندي ملاحظه، مين مصوت 30% مفرفش ومبسوط؟ خير ان شاء الله. صح، هذا اللي استوقفني. سؤال مجدي اتنبأ بالزلزال، ما الحيوانات بتتنبأ بالزلازل. مجدي يا حبيبي اشتقت له. مجدي كان طول فترة هلا احنا ايش كيف نعرف اذا في زلزال؟ الثريا بتتحرك غير هيك. فجبت حيوان ثاني اللي هو ايش ثاني، مين الاول؟ سوري مش قصدي. المهم جبت مجدي، طبعا بلش الزلزال ولا اي ردة فعل، الناس إشي. بتنزل بوستات وهو قاعد جنبي هيك عامل، طب الناس قوم اعمل اشي، معاه سبع ارواح قاعد هيك، عرفت؟ ما مأمن شامل مش سائل عادي، طب قوم اتحرك اعمل اشي ولا شيء على الفاضي. يعني ما تنبأ. اجت عيني بعينه هيك قال لي يا زلمه مش مستاهلي. فا والله مجدي بس يعني بستغنيش عنه صراحه. يا الله والله انك مش عادي. طيب السؤال الثامن بيقول لك مش مستاهلي، في حال الاردني اشترى مخلوطه و اكسترا و مخلوطه قلت لك بيكون للضيوف ولا بده يعز اولاده؟ للضيوف. للضيوف. ابوك عاطف ما بيجيب لكم مخلوطه؟ بيجيب اكسترا. بيجيب ابوي جد ما بيقصر بامور البيت، بيجيب للضيوف ومستنى بس يطلعوا بناكل. اسمعي ما بيقصر. بخصوصي هذا المطعوج الكاجو، هذا بده يجيبه للمالك انت الثاني، ما وكيلته انت عارفه قديش الايام.
الكيلو الكاجو الكاجو كيلو الكاجو كيلو الكاجو فلضيوف لضيوف اكيد لضيوف هاتوا نشوف اذا لضيوف لا والله 99 المفروض 63% للضيوف 36% بتعز ولاده منطقي. منطقي لا منطقي اجابه منطقيه صراحه ولا اجابه خاطئه لحد الان شو بدنا نعمل ما شاء الله عليه فاهم الطابق ابو صبيح طيب السؤال التاسع بيقول تعبتني من كثر الضحك الشاب الاردني لما بده يخلع من علاقه حلو بيردد عباره امي بدها تجوزني بنت خالتي ام انت بتستاهلي واحد احسن مني بكثير هل المتردد اكثر اللي انت بتستاهلي واحد اكثر مني انا هيك بحس صح بس امي بدها تجوزني بنت خالتي لا مو كثير بطل حدا اللي هو بالعيله يصير بده ياخذ حدا من العيله بطل فيه بطل اراحت اسمع سؤال انت إيش؟ حتى لما بدك تخون بتعرفش تخون ما بعرف مره بكون بدك تخون وحده خنتها معها نفسها معها نفسها كيف والله احكي لنا هالقصه فاتت حبيبتي تنام روح بحب برضو يعني مالكو احنا اللا فقريات برضو عندنا مشاعر بنحب ففاتت اتنام قالت لي بدي اتحمم وانام قبل امبارح الحكي عرفتي هاي من القصه لا تتفاجئوا اوكي يعني واحد المهم ففاتت فقعدت اشيك على هالمسجات لقيت واحد اسمها الواثقه بالله حلو بعثت لي عبودي حلمت فيك حلو هلا الواثقه بالله وحلمت فيك يعني وين هاي بتاخذ من الحلم مع التفسير واثقه فش رديت هيك قلت لها شو الحلم قالت لي حلمت اني كنت موصي بيتزا وانت سايق التوصيل انا نقطه ضعف البيتزا الله ربي كمل حكينا شوي هيك شوي بتحكي لي اذا بدك تفاصيل اكثر برن لك الله ربي شو البيتزا شو الامور ببروني ولا ببروني المهم رنت علي رنت علي فيديو شوفي فيديو مره واحده الله قلت ارد قبل ما البيتزا تبرد رديت فتحت الكاميرا كانت بتعيط طلعت عليها هيك قالت لي ريتني رحت اتحممت ونمت طلعت نفس طلعت حسبي الله ونعم الوكيل مش الواثقه بالله وانتهت العلاقه على انتهت العلاقه صرت يعني اذا بنت بعثت لي حلمت فيك اخلي بجيبتي فراطه عرفتي يعني ما فيش ما في الواثقه بالله والله الله ينكشف طيب هات في النسبه في فوكس بوب طيب هاتوا نشوف الشارع الاردني أنا فاضي يكذب لا والله أنت بتستاهل واحد أحسن مني أنت بتستاهلي حد أحسن مني أنت بتستاهلي حد أحسن مني لا هاي ولا هاي بشوفه ما برد أنت بتستاهلي واحد أحسن مني لا أمي بتتجوزني بنت عمي ولا بنت خالي لا أنت بتستاهلي واحد أحسن مني أمي بدها تجوزني لبنت خالي بس جميع ما ذكر لا أكيد بتستاهلي واحد أحسن مني أنت بتستاهلي واحد أحسن مني طبعا أنت بتستاهلي حدا أحسن مني لا أمي بدها تزوجني بنت خالتي لا أكيد أنت بتستاهلي حدا أحسن مني لا بعمل لها سحر وبختفي بقولهاش شي أنت بتستاهلي واحد أحسن مني أمي بدها تجوزني بنت خالتي معلم رغم هذا كله الحكي لا غلط أنا بعدني أنت بتقول أنت بتستاهلي واحد أحسن مني هات نشوف ثلاثة الله عليك لا عبد الله فيش ولا جواب هلا بدك تشوف نسبتك كيف بدها تكون هلا هون المفاجأة اللي جاي إذا 53% أنت تستاهل واحد أحسن مني 47% طيب 100% السؤال الأخير الأخير يا صبيح عشان تروح على العرض لأنه عندك هسا عرض مع أنه ما بدي تخلص اربد والله وأنا والله كثير مبسوطين بتجنن إذا القهوة منكبت خير خير وين نروح خير خير سؤال العاشر بيقول أوكي الزوجة الأردنية بس جوزها يغيب 4 ساعات وما يرد على تلفونه حلو بتفكر بانه الغايب عذره معه ولا الغايب نسوانه معه نسوانه اكيد معه. نسوانه معه اكيد معه الغايب نسوانه معه هات نشوف الاجابه الصحيحه اكيد نعم 60% الغايب نسوانه معه الله عليك يا عبد الله وال40 برضه نفس الشيء بس مش عارفين كم نسوانه يعني كم وحده مش عارفين بس كم وحده شو مواصفات صحيح زوجتك المستقبليه اللي بتهيك اللي بتحب انك يعني ترتبط فيها بيوم من الايام ان شاء الله يا الله على التلفزيون كمان التلفزيون اعطينا شوفي بالبدايه بحس انه بدي اياها يكون منخارها كبير ليش هيك. عشان ما تعايرك حلو نكون تشاركيه ما ايش تشاركيه ما هي نكون نطلع على بعض تخيل هيك سهرتنا بالليل نطلع على بعض هيك بمناخير هيك وضحك والله كثير هننبسط البنت بالعشرين بكون عندها مواصفات لشريك حياتها صح. بتقول لك مثلا بدي اياه طويل صح مليانه شوي اسمر هاي خبز مواصفات خبز هاي مش عرفتي بس تدخل بال30 بتبلش شوي تتنازل شو بتقول بقول لك يعني بدي يكون بيعرف الله
مش طالبي شيء اساسيات. مؤمن بالضبط، مؤمن ابن حلال، بس تدخل الأربعين بتقول لك بدي اياه يكون 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 مشان الله يكون مش خلص يكون نحاول انه يكون. عبد الله صبيح، انت لك مستقبل يا رب، والله العظيم ما شاء الله عليك. انا اكثر حلقه في حياتي بضحك من قلبي يا حبيبي، وحياه الله انه اليوم كانت حلقه رائعه استثنائيه. هاتوا نشوف طب قديش نتيجته قبل ما نمدح فيه. هاتوا نشوف النتيجه، مش تصير بكره ما ترد علينا بس تنشهر كثير ان شاء الله. هلا طيب. وانا طالع راح اعمل بلوك بيقول لي 63.1. طب كيف كله شو صح اذا ما انتم جايين شو هذا 63؟ انا بتعرف معدل ازعل بسنانك هذا مش حكي هذا مش عارف قلت لا حسب رأي الناس احنا حسب رأي الناس 63 مش مشكلة، الناس هم مرآتنا عرفتي؟ والله قديش قابض هلا على العرض اللي رح تعمله؟ والله 50 هيك والله مع المواصلات مع المواصلات، والله احنا بندفع المواصلات احنا بنتكلم هاي ناجين هون والله يا دوب خد هدول للطريق والله خد المراعي هدول للطريق هدول اكيد رح اخذ هدول اكيد. عبد الله صبيح على اربد على اربد سلم لنا على هالقربد بحبهم كثير يا عمري بجنة. احنا كثير انبسطنا فيك وانا انت كوميدي من الطراز الرفيع. شكرا والله إليك. العظيم انك رائع جدا جدا جدا. اذا تسمح لي بدي اشكر السبونسرز تعرفهم اللي بيطعمونا عيش. هذا البرنامج برعايه لينك من بنك القاهره عمان، طيبه احدى شركات المراعي، شركه بيكر، سنيورا طعم بدف القلب، حلويات النجمة، نور المال، مجوهرات الزعبي، ترافكو هوليديز جوردن، سجاد نشمي بيلبق لك، شوكولاتة توداي، وبالاشتراك مع أوتانتيك هوم الماركة العالمية المتخصصة في أطقم الضيافة، منتجات دكتور موني، ماكدونالدز، شركة مدار لصناعة المنظفات، الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سمنة البلقاء، ديرما جلو، عيادة الدكتور رمزي العمري ومنال حموري، تونا الصياد أعطي السمك لصياده، زيت زيتي نقطة وعصر جديد.